مرحبا بكم أصدقائي في عالمنا الممتع والجميل في درس جديد من دروس اللغة العربية. عنوان الدرس تجريد حرف السين للصف الأول الابتدائي الوحدة الثانية، فهيا بنا. تعالوا يا صغار نبحث ونكتشف، هيا معي يا صغاري، ماذا نرى أمامنا يا ترى؟ نعم، نرى سيارة تسير في الشارع. أحسنتم، نرى سفينة فوق الماء. نرى سمكة تسبح في الماء. نرى سلحفاة تمشي ببطء. أحسنتم، لقد مرت على مسامعنا كلمات سمعناها يحتوي لفظها على حرف اليوم: سمكة، سيارة، سفينة، سلحفاة. قولوا معي يا أصدقائي، افتح افتح يا سمسم حتى نعرف ما هو حرف اليوم. أحسنتم، إنه حرف السين. هذا هو حرف السين. هذا هو حرف السين. أحسنتم يا أصدقائي. سوف نتعلم كيف نميز حرف السين: اسمه وصوته ورسمه لفظاً وكتابة، ونستمتع بنطق صوته مع الحركات القصيرة والطويلة والسكون، فهيا بنا. إنه حرف السين، اسمه سين، وصوته محظوظ من فينا يعرف كم هو عظيم بين الأحرف. رددوا معي حرف السين يلمع نجما في السماء، فهيا معي يا صغاري. هيا بنا يا أصدقائي نقرأ ونلاحظ حرف السين. لعبنا وسعدنا بالشمس الدافئة. لاحظوا معي يا أصدقائي، في كلمة سعدنا جاء حرف السين في أول الكلمة، لونه أحمر، وفي كلمة بالشمس جاء في آخر الكلمة، لونه أحمر. ما هذا؟ لاحظوا معي يا أصدقائي، لحرف السين شكلان اثنان فقط. هيا بنا نتعلم كيف نرسم حرف السين. هيا بنا. الشكل الأول لحرف السين، نبدأ من النقطة الحمراء، ننزل باتجاه السطر، نسير على السطر قليلاً، نرتفع بسن ثانية، ثم نعود إلى السطر، نرتفع بسن ثالثة، وننزل بشكل حوض السمك. أما الشكل الثاني، نبدأ من النقطة الحمراء، ننزل باتجاه السطر، نسير على السطر قليلاً، نرتفع بسن ثانية، ثم ننزل إلى السطر، ونرتفع بسن ثالثة، ونمشي بخط مستقيم. والآن هيا نمرح سويا مع المصابيح الذكية. ستساعدنا المصابيح في معرفة مواقع الحرف، فهيا بنا. كلمة سيارة، يا ترى أين جاء حرف السين في كلمة سيارة؟ نعم، في أول الكلمة. ترى أي مصباح سيضيء؟ دعونا نتأكد. نعم، المصباح الأول. أحسنتم. الكلمة الثانية مسجد، ترى أين جاء حرف السين؟ فكروا معي يا أصدقائي. نعم، في وسط الكلمة. ترى أي مصباح سيضيء؟ نعم، المصباح الثاني. أحسنتم. الكلمة الثالثة جرس، جرس، يا ترى أين جاء حرف السين؟ فكروا يا أصدقائي. نعم، في آخر الكلمة. ترى أي مصباح سيضيء؟ نعم،
المصباح الثالث. أحسنتم يا أصدقائي. والآن يا أصدقائي جاء دوركم، افتحوا الكتاب المدرسي صفحة 140 وقوموا بكتابة حرف السين كتابة صحيحة. أحسنتم. ما هذا؟ إنه مسرح الأصوات يستضيف حرف السين مع الحركات القصيرة والطويلة، فتحة، ضمة، كسرة، ألف، واو، ياء. أحسنتم. والآن دعونا نفرق بين الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة بحرف السين من خلال حركة الدعسوقة، فهيا بنا. سين فتحة س، س سمكة. سين مد الألف س، سامي. أحسنتم. سين ضمة س، سو سجود. سين مد الواو سو، سو حاسوب. أحسنتم يا أصدقائي. سين كسرة سي، سي سوار. سين مد الياء سي، يسير. أحسنتم. والآن رددوا معي يا أصدقائي. س، س، سو، سو، سي، سي. أحسنتم يا أصدقائي. والآن يا أصدقائي دعونا نقرأ هذه الكلمة. أسنان. انظروا يا أصدقائي، ما هذا؟ ما هذا الرسم؟ نعم، إنه السكون. السكون ليس من الحركات لأنه لا يعطي للحرف صوتاً. كيف يكون يا ترى؟ السين مع السكون س، س. رددوا معي، السين مع السكون س، س. أحسنتم. والآن يا أصدقائي جاء دوركم، قوموا بفتح الكتاب المدرسي صفحة 141 وقوموا بكتابة حرف السين مع الحركات القصيرة والطويلة، س، س، سو، سو، سي، سي. رائع جدا. والآن يا أصدقائي هيا نراجع أصوات حرف السين مع الحركات القصيرة والطويلة. سين فتحة س، سين مد الألف س، سين ضمة سو، سين مد الواو سو، سين كسرة سي، سين مد الياء سي. وبهذا يا أصدقائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء.